لا هو صافي عاد التصويت الاخوان لا نمر التصويت الاخوان السيد المدير سمحوا لنا الاخوان على القطاع ديال الكهرباء هذا الشيء راه خارج صافي متروجي صافي لا وتسمع واش ايوه دكتوره ايوه لا 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 صافي لا حسيتيني غدير بوق وسائل الاعلام غادي تقرا من هذه هذه شي حاجه ضروري ما يخليكم لان اشتغلوا بصمت باش الجمهور حسيتي لك شي يضرب بوق الله يعطيك شي داسي الرئيس وشي شي لينا القاعات اخوان الاخوان ضروري نوضح هو تيمشي على ليلى صافي ضرب الشد لا غير واحد التوضيح وصافي الدعم ديال الجمعيات ليلى احكيم السيد الرئيس بما ضمن عليه لانه لم يكن تسمى هو نسمى الان الدعم الجمعيات في الظرفيه ديال كورونا مش السيد الرئيس كان مجهود باش السيد فالنقطه الاولى النقطه الثانيه غادي تتصنوا البرلمانيين ليلى احكيم الوحيده يراسل وزاره الداخليه للافراج عن ميزانيه جماعه اقليم الناظور نهار يخصو هذا غنغي تزايد حد ماشي نبقى نخدم ديك المجهود لنا اذا الله يخليكم يخصو غنغي تزايد حد ديما انايا وشكرا إذا دورة المجلس البلدي في الظلام الدامس كما كتشوفوا إذن دورة المجلس البلدي في الظلام الدامس كما كتشوفوا وهذه سابقة كتوقع نادي الفتح الرياضي الناظوري ولكرة القدم 300,000 درهم الهلال الرياضي الناظوري لكرة اليد 270,000 درهم الهلال الرياضي الناظوري لكرة القدم 180,000 درهم الجمعية الحسنية الناظور لكرة القدم 90,000 درهم جمعية اتحاد شباب الكندي لكرة القدم 90,000 درهم الهلال الرياضي جمعية عثمان للفور كونتاكت 100,000 درهم الهلال الرياضي الناظوري لألعاب القوى 30,000 درهم جمعية النادي الإفريقي الناظوري لألعاب القوى 30,000 درهم نادي أسود الريف الناظوري لألعاب القوى 30,000 درهم إدري الريف
الرياضي الناظوري قطاع الرياضه النائيه والجبليه 20000 درهم. الجامعه الوطنيه المغربيه للرياضه قطيمتا 30000 درهم. جمعيه نهضه شباب الريف 50000 درهم. جمعيه شباب الريف كره القدم 40000 درهم. اخوان شو المصادقه إذن استمرار الدورة ديال المجلس البلدي في الظلام كما كتشوفوا. توصلت النقطة نتاع الفلوس عاد تفضوا عاد. جمعية النقطة 12 اتفاقية شراكة وتعاون بين وكالة هيئة موقع بحيرة طابشيكا وجماعة الناظور تتعلق بإنجاز مشروع اجتماعي مندمج لإعادة إيواء قاطمي السكن غير اللائق بالمدينة المرة السويس. بالإجماع البرقية سوف نتني البرقية البرقية الولاء أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الإخوان. البرقية بسم الله الرحمن الرحيم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مولاي أمير المؤمنين وحامل الملة والدين جلالة الملك محمد السادس أيدكم الله ونصركم بنصره المتين. نعم سيدي أعزك الله. بعد تقديم فروض الطاعة والولاء يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس جماعة الناظور أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس بمناسبة اختتام أشغال الدورة الاستثنائية لشهر غشت 2020 أن يرفع إلى جانبكم الشريف أسماء آيات الولاء الصادق والإخلاص المتين ويعبر لكم عن أصدق مشاعر التقدير والامتنان مقرونة بأصدق مشاعر التعلق المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وإننا لنعتز في مختتم هذه الدورة بالدروس العميقة التي ينبغي استخلاصها من هذه الفترة الصعبة التي يعبرها العالم بأسره بغير قليل من المحن والمصاعب الموجعة الفادحة وتعبرها بلادنا باقتدار بأقل الخسائر والحمد لله وذلك بفضل الروح الاستباقية الحكيمة التي بادرتم بها إلى اتخاذ القرارات الاحترازية الضرورية إن على المستوى الصحي أو على المستوى التدبير واجب التضامن وبث روح التعبئة العامة التي كنتم فيها يا مولاي سباقا ومثالا يحتدي ويقتدي به. إن جائحة كورونا التي ما زال العالم يجتاز تداعياتها أكدت بعض الحقائق لعل أهمها أن قوة الدول ليست فقط قوة اقتصادية أو تكنولوجية كما بدا ذلك واضحا في درجات من الإخفاق في مواجهة الوباء بالنسبة لمجموعة من الدول الأكثر تملكا للإمكانيات. دورة المجلس البلدي في الظلام كما كتشوفوا تقطع الضوء وحاليا تدوزوا هادشي في الظلام. ولذلك وجدت جلالتكم شعبك الوفي الاستجابه والتجاوب وانحراف الصفوف التي اقمتموها لمواجهه هذه الجائحه والحد بتداعياتها. استمرار دوره المجلس البلدي في الظلام بمدينه الناظور. اننا يا مولاي نعبر لجلالتكم عن تشكرنا الدائم في السده العاليه بالله وعن تقييدنا الراسخ لخطوات التنميه الشامله الجليله النابعه من فكركم المتبسط وتخطيطكم المحكم في رسم
خطط التنمية وعن الرعاية الخاصة التي تولونها لرعاياكم بكل ربوع هذا الوطن العزيز، آملين ومتطلعين إلى الله أن يجعلنا عند حسن ظنكم وفي مستوى التوقعات الخير خدمة لساكنة المدينة. حفظكم الله يا مولاي لما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخرا وملذا لشعبكم الوفي، وأدام على جلالتكم نعمة النصر والتمكين، وأطال على عمركم وسدد خطاكم وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير المبجل مولاي الحسن، وشدد أعضاءكم بأخيكم المولى رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية. إذن استمرار الدورة في الظلام كما كتشوف المواطنين جالسين في الظلام، كل شيء جالس في الظلام هنايا، هذه أول مرة كتوقع. إذا قصة واحد الجمعية طلع البريمير ديفيزيون قصوها من الدعم مجموعة من النوادي الرياضية المكتسبات معان العيلة النظري كرة القدم الفتح الرياضي النظري كرة القدم حشومة غمس متسهومة مني حشومة وعيب وعارق ومقيم على الجبين والملعب وزمان بوليستيان كني وصحبي مبارك اللايف على قناة شوف تيفي عاد شنو وقع مرض شوف أخويا على شوف تيفي هادشي هذا كان واحد كيد شارج واحد دفتر تحملات غير ريسبكتا جاو لينا هنا قصوا الناس اللي عندهم دي كونفونسيون عندهم اتفاقيه شراكه وزايدون كاين الناس نضبطوا اللي عندهم ان اكسبير كونطاب جابوا داكشي بالارقام ها شنو كنخسروا شنو كنخسروا الناس عندهم موظفين في المراكز ديالهم واذا بهم عطاو لصحابهم وهادشي على لسان العداله والتنميه والفريق الحركي اللي ما نخضعش لهذا الشيء هذا حنا انا بعد جمعيه شباب مستقبل كنقول منا حيدوا ديك 20000 درهم زيدوها لصحابكم غنقولوها بالواضح جمعيه شباب مستقبل الاعمال الاجتماعيه اللي هي مواطنه وكتربي الاجيال وكتربي الناشئه وعندها كلشي بالاضافه كاين جمعيه شباب الرياضي النظري كرة اليد غادي يطلعوا البريميرا ديفيزيون كيحتلوا المركز الاول على المستوى العصبه. النقطه الثانيه الشباب الريف كره السله كيلعبوا في بريميرا ديفيزيون قصاوهم ما بقى والو عطاو للناس صحابهم اللي كيديروا اللي كيحكمهم عطاو ليهم. هذا ملك العام ومن هذا المنبر كنتوجه سيد عام الاقليم صاحب الجلاله سي علي اللي معروف عليه انه صارم في هذا الشيء هذا وغايدير معاهم المسطره ما كاينش ما بقاش اننا نسكتوا. السلام عليكم ورحمه الله. هادشي اللي بغينا نقولوه الساكت عن الحق شيطان اخرس ما كنسترزقوا من حد ما كيعطيناش حد ما كنبغيو شي ريال من حد. نقطه اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعه. بنادم في كوفيد عباد الله راه جلاله الملك راحنا في كوفيد والقاعة عامرة ما كاينش تباعد اجتماعي. حنا ديما كنغوتوا على هذا الشيء ديما كنقولوا هذا الشيء عبر القنوات ديالنا الإعلامية وإلا كنحملوا مسؤولية السلطة والمجلس زيرو نرفعوها كيف ما كنا كنرفعوا في الصفوف الجامعية نقولوا زيرو سير زيرو. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كما شفتوا بطبيعة الحال تم الإقصاء ديال مجموعة من الجمعيات صافي.
الشاو. الشاو هي الشاو. الشاو هو